طاحنا معاك الى الموت يا مطاحنا معاك الى الموت يا مطاحنا معاك الى الموت يا مطاحنا معاك الى الموت قمنا اليوم بوقفة تضامنية مع أهالي الغوطة المحاصرين الذين يقصفهم النظام والعدوان الروسي بشتى أنواع الأسلحة. نقف اليوم لنؤكد أننا شعب سوري واحد، أننا متضامنون معهم. ندعو الله أن يفرج عنهم كربهم هذا، وإن شاء الله منتصرون، فصبرهم لوحده نصر. تضامنا مع أهلنا بالغوطة، تضامنا مع الضعفاء، تضامنا مع الثوار الموجودين في الغوطة ومع أهل المدنيين بالغوطة نتيجة القصف اللي بتعرضوا له، القصف الشديد من قبل القوات الإجرامية، القوات الإيرانية والقوات الروسية، والهجمة الشرسة اللي بتعرضوا له والإبادة الجماعية.